حقيقي فعلا. احنا الحمد لله في استقرار في الاحوال الجويه من الاسبوع اللي فات، مستمر معانا ان شاء الله على مدار هذا الاسبوع. درجات الحراره اثناء النهار في المعدلات الطبيعيه بتتراوح من 21 ل 22 درجه، وطبعا مع ارتفاع اشعه الشمس بنشعر بالدفء على مدار اليوم. لكن طبعا بمجرد ما بتدخل ساعات تبدأ درجات الحرارة تنخفض، وطبعا بدأ يبقى الطقس شديد البرودة أثناء ساعات الليل المتأخرة والصباح الباكر. ده فعلا بدأت درجة الحرارة الصغرى توصل ل 11 درجة، يعني بانخفاض تقريبا أكثر من 10 درجات، فعشان كده طبعا بدأنا نشعر فعلا بالبرودة أثناء الليل والصباح الباكر. احنا طبعا خلال هذه الفترة بنحذر من الشبورة المائية، لأن الشبورة المائية بدأت تكون كثيفة على الطرق، وخاصة الطرق السريعة والطرق الزراعية والفريضة والمسطحات المائية طبعا على مناطق مختلفه من الجمهوريه، مناطق السواحل الشماليه، الوجه البحري، القاهره، شمال الصعيد، مدن القناه. وطبعا الايام القادمه هنشهد شبوره اكثر كثافه، فعشان كده احنا تحذيرنا كل الفتره الجايه من الشبوره المائيه على الطرق في الصباح الباكر. لكن فيما عدا ذلك في استقرار في الاحوال الجويه، فرص الامطار خفيفه جدا على بعض مناطق من سلاسل جبال البحر الاحمر او على بعض مناطق من السواحل الشماليه على مدار الاسبوع، لكنها كلها امطار خفيفه جدا غير مؤثره تماما على انشطه كل الساده المواطنين. لكن الشبورة المائية هي اللي هتكون مؤثرة معانا في الصباح الباكر إن شاء الله. في ناس كتير هتسافر دكتورة إيمان اليومين الجايين دول، لأنه يعني إحنا داخلين على أجازة رأس السنة، هتبقى خميس جمعة سبت، فممكن الناس تسافر. تنصحيهم يبتدوا يسافروا من الساعة كام عشان الشبورة؟ هي الشبورة طبعا بتبدأ تنزل من الفجر، يعني تقريبا الساعة 5 صباحا، بتستمر حتى 9 صباحا. بعد 9 بتبدأ تتحسن الرؤية الأفقية على معظم الطرق وبيكونش في مشاكل إن شاء الله. لكن طبعا فترة من 5 إلى 9 دي هي الفترة اللي بتكون فيها الشبورة المائية كثيفة على بعض المناطق. طيب درجات الحرارة اليومين دول 21-22 اللي هي العظمى أو في فترة الظهيرة، هل ده طبيعي؟ هل ده طبيعي؟ ولا احنا السنة دي كده الحمد لله يعني مش مضروبين من كله يعني؟ لا، هو الحمد لله طبعا احنا متأثرين بمرتفع جوي، فالمرتفع الجوي بيعمل على حالة استقرار في الأحوال الجوية، فدرجات الحرارة بتتراوح من 21-22 درجة. يمكن احنا في المعدلات وأعلى من المعدل بحوالي درجة درجتين، فالحمد لله احنا ما زلنا بنشعر بالدفء خلال هذه الفترة. وطبعا احنا بدأنا فصل الشتاء فعلا منذ أسبوع، لكن حتى الآن الجو مستقر تماما وإن شاء الله مستمر معانا حتى نهاية هذا الأسبوع، ونقدر بقى نستمتع بيعني رأس السنة في جو مستقر إن شاء الله. إن شاء الله. أنا بشكرك شكرا جزيلا دكتورة إيمان شاكر، وكيل مركز الاستشارة عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية.